يا صباح الخير، welcome back to my channel. فيديو النهاردة عن تحضيراتي قبل الرحلة. بكرة عندي رحلة لفرنسا، لسه ما حضرتش اي حاجة، فهحضر معاكو الشنط وحضر معاكو اللبس وكل حاجة علشان انتوا بتقولوا لي رأيكم في نهاية الفيديو. ويلا بينا. وقبل لما اعمل اي حاجة هفطر النهارده، عايزه اعمل نودلز، فهفطر وهبدا احضر الشنطه. بعمل عليه الميك اب توتوريالز وكل الشوتينجز بتاعتي، طبعا مكركب خالص. فقبل ما اسافر وقبل ما احضر اي حاجه، عاوز ارتب المنظر ده كله وارتب السكين كير والميك اب باك بتاعتي ان شاء الله لسفريه بكره. وخلصت تنظيف الديسك، دارينج لايت، حاجتي ظبطتها شويه. عايزه احكي لكم قصه المرايه دي. المرايه دي مامتي هي اللي عاملاها لي هاند ميد. بصوا الجمال، بصوا تفاصيل المرايه، بجد انا امي ست موهوبه جدا ودايما بتعملي حاجات هاند ميد، وحاسه ان انا سعيده وان قد ايه انا محظوظه ان انا عندي ام بتعملي الحاجات دي كلها، ما شاء الله يعني. الحاجات اللي انا هستخدمها في اللي اوفر بتاعي، اول حاجه تي شيرت البيجاما، بعد كده البنطلون، وده ماسك بستخدمه قبل النوم، بيساعدني في النوم جدا، بحطه على عينيا بيكون دافي فبيعمل ستيمينج كده على عينيا، محفظتي وشنطه القطن بتاعتي، شنطه للحاجات الخاصه بتاعتي. دي الحاجات الفيري بيزك اللي بستخدمها معايا قبل كل رحله. وبما ان انا هروح فرنسا باريس، ولكن مش هنخرج من الاوتيل لان احنا ممنوع نخرج من الاوتيل، ممنوع اي حد يجينا علشان السيتويشن بتاع الكوفيد. فبما ان انا هقعد في الاوتيل هاخد معايا حاجات بسيطه جدا، منها البيجاماز، حاجات تبقى مريحه ليا وتساعدني ان انا انام. دلوقتي بحضر الشنطه، الحاجه على السرير زي ما انتم شايفين. وحبيت اشارككم الحاجه اللي باخدها في اللي اوفر، دي شنطه الميك اب بتاعتي. حبيت الشنطه دي جدا لان انا حسيت انها شيك وفي نفس الوقت سيمبل وممكن تاخديها معاكي في اي حته. ودي الشنطه برضو مستوحاه من نفس الكولكشن بتاعه شنطه الميك اب. دي انا عاملاها شنطه للكاميرا، بحط الكاميرا بتاعتي والستاند فيها، صغنطوطه وحلوه وفي نفس الوقت اليجنت لو عاوزه امشي بيها في الشارع، شكلها حلو. اما الشنطة دي ففيها كل السكين كير بتاعي اللي باخده في الرحلة، فيها ماسكاتي، كريمات، كل حاجة في الشنطة دي. كده هروح اعمل ضوافري علشان ضوافري زي ما انتم شايفين ضوافري في الضياع خالص، فلازم تتعمل قبل الرحلة لان دي من الجرومينج ستاندردز بتاعتنا، ان احنا لازم نكون طالعين وضوافرنا معمولة على الرحلة. عملت
عملت ضوافري، عملتها النهاردة أمبري، أول مرة أعملها أمبري علشان الرحلة، فقولولي رأيكم في الكومنتات. بصوا حلوة جدا ما شاء الله. حبيت أوريكم شنطتي الصغيرة فيها ايه. بصوا طبعا دي شوكو، انا مسميها شوكو، هي الكاركتر دي اسمها شوكو، هي الكاركتر دي من ابليكيشن اسمه لاين مشهور جدا في اسيا، فالدبدوبة دي اسمها شوكو، فجبت البتاعة بتاعت السخن دي مش عارفة اسمها ايه جبتها علشان ببرد جدا في الطيارة، فدايما بحط فيها مية سخنة اسمها شوكو. اوكي وهنا عاملاها شنطة معقمة صغيرة فيها دي طول وماسكات فقط لغير، دي متعقمة كاملة ان كيس ان انا لو محتاجة معقم او الماسك. عايزة اوريكم دي شنطة البيبي بتاعتي، دي فيها الاسنشلز بتاعتي جوه الطيارة. خليني اوريها لكم. اول حاجة فيها هاند ووش، بغسل بيه ايديا لانه بيبقى احسن من بتاع الطيارة، لما بتكونوا جايبين الهاند ووش بتاعكم بيكون احسن لايديكم ولجلدكم، فده زغنطوط كده وحلو وبحب استخدمه في الطيارة. و المالتي فيتامين بتاعي، دايما بنسى اخد الفيتامينات بتاعتي فده بحطه على طول هنا، كل ما بفتح الشنطة دي او كل ما بفتح الشنطة الصغيرة الكابن باج عامة بقى ايه بفتكر على طول، فباخد الفيتامين بتاعي. و بارفان علشان اعمل ريفريشنج ليا، طبعا ده من احلى البارفانات اللي انا جربتها قبل كده، هو اسمه Eternity Moment من كالفين كلاين، بجد ريحته جبارة خرافية، بحب استخدمه وعمل تاتش اب للبارفان بتاعي في الطيارة فبستخدمه على طول. بص قربت اخلصه، تحفة، حطها هنا. و سدادات الودان، بستخدم السدادات دي في الاوتيل لان احيانا كتير ما بقاش عارفه انام فبحب استخدمها. وفرشه السنان من كولجيت، طبعا مفيش مضيفه ما بتستخدمش فرشه سنانها في الطياره، فانا دايما معايا فرشتين، واحده هنا في الشنطه الكبيره دي للاوتيل وواحده هنا في الطياره، هي كيوت وسيمبل. بس هو ده اللي موجود في الشنطه بتاعتي، بينك وكيوت خالص، بحطها هنا. وهنا الجزمة اللي بلبسها في الطيارة، وهنا شوكو، وهنا الماسك، وهنا اللبس اللي بنلبسه جوه الطيارة بس. وهنا بقينا ان انا مش هخرج فحطيت شبشب حطاه في ده. الشنطة دي مش عارفة اقول لكم مريحة قد ايه، شفتوا حاطة الشبشب بتاعي فيها، بس سهلة ومريحة، بحط فيها الشوز بتاعي مكتوب عليها ماي شوز، فسهلة جدا وفي نفس الوقت بتحمي الحاجة من الجزمة، فبحبها جدا بصراحة. الساعة دلوقتي 8:30 بالليل، حضرت شنطة ايدي ومحفظة، شنطة كبيرة شنطة صغيرة، و 8:30 بالليل، فالمفروض ان انا دلوقتي ابدأ احضر نفسي عشان كمان شوية انام. صباح الفل، دلوقتي انا في الطريق رايحة المطار، للأسف مش هينفع اصور لكم المطار او الطيارة لان ممنوع، ولكن حبيت اوريكم ميك اب النهاردة قولولي رأيكم فيه. طبعا ما حطيتش روج احمر لان انا بلبس ماسك، فما بين ان احنا بنلبس ماسك مش لازم نحط روج احمر، دي حاجة. الحاجة التانية ايه رأيكم في شعري النهاردة، عملته فرنش رول، وبصراحة دي اكتر تسريحة بتريحني لان ما حسش ان شعري مشدود قوي فيها وما بيجيليش صداع. عامة انا بعمل كحكة بحس ان انا فجأة هي لو هوبا جالي صداع. المهم اول ما اوصل المطار ان شاء الله في فرنسا، اول ما اوصل الاوتيل هعمل لكم فيديو ان شاء الله، وفيديو صغير كده، وهعمل لكم ابديتنج اشوف بقى اذا كان هينفع ننزل ولا لا، مع ان 90% او 99% ان احنا ما ينفعش ننزل. يلا see you soon ان شاء الله.
تويلت حمام. هنا معلش لسه مخلصة شاور. هنا الباب. هنا نخش على الأوضة. هنا شنطة الميك اب وكتل. وهنا حطيت شنطة هدومي، شنطة الكابن باك، تلفزيون، مكتب صغير، سرير. وهنا الشباك برا. هبقى اصور لكم اعمل ايه من برا. ترى حاليا انا مفستكة محتاجة انام. يا صباح الفل، انا لسه صاحية من حبة. النهاردة تاني يوم في فرنسا او اول يوم. مفروض كمان شوية، كمان 5 ساعات تقريبا لازم ابدأ اجهز. بس قلت اصور لكم الاوتيل تحت شكله ايه، بما ان انا مش عارفة اصور لكم فرنسا ومش عارفة اخرج، فيبقى الاحسن ان انا اصور لكم الاوتيل او اوريكم كام حاجة كده بس. و hope you don't mind شكلي من غير الميك اب. see you تحت. هنا الأوض، نروح نجيب الأسانسير. سو برا. استنى اوريكم الاوتيل من فوق. انزل تحت الى حسن. الاسانسير شكله حلو. القعدة بصوا تفاصيلها. انا بحب كمان لما يكون في صوفاز كتير كده، بحس ان انا قاعدة في بيتي. هنا الاسانسير شايفين؟ دلوقتي هنطلع فوق، نقعد فوق هنا في التراس اللي فوق. هبا برضو صور لكم فوق هيبقى عامل ازاي. وهنا البار، بس روحنا جبنا قهوة، طلبت قهوة وطلب اسبريسو تقريبا. هنا قعدنا هنا في التراس، حبيت اوريه لكم. بصوا الترابيزات شايفين، والجو تحفة. بس اللي انا كنت عاوزة اوريه لكم، شايفين الطيارات واحنا قاعدين اهو، دي طيارات اير فرانس. كل دي طيارات اير فرانس. ايه رايك؟ معانا نورين. هلو نورين من الهند. كل البنات اللي بتحب الهند، نورين is our guide to India. guide to India, yes. نورين طلب ايه؟ chicken club sandwich، لان نورين ما بياكلش بيف. ومعايا بطاطس، وانا طلبت باستا بالسالمون والتشيز وبيبسي. انجوي. Amazing. Yeah, I love it.